بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Shaaban mwaka 1441 katika darasa ya Risalatul Mughniya fi sukuti wa luzumi al-buyut lil-Imam al-Hafiz Abi Ali al-Hasan ibn Abdullah al-Baghdadi al-ma'ruf بابن البنا رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تمالزيا بإذن الله تعالى كليتو بكية كباب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني، نسأل الله حسن الختام. قال رحمه الله تعالى: وكان الحسن يقول: من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. katika alama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwacha na kumpuuza mja wake kwa uovu aliyokuwa nao. falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, na hii ni kwa hikma na uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. katika alama za jambo hilo أن يجعل شغله فيما لا يعني، الله سبحانه وتعالى أجعليه شغليا كي كتكمان بو أمبايو هيا موس ولا هيا نفيدا نهي. قال الشيخ حفظه الله: وبنحو هذا المعنى ينقل عن بعض السلف من علامة المقت إضاعة الوقت. katika alama ya kuwa mja amekasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupoteza wakati. kwa wale wanaopoteza wakati wao katika mambo ambayo hayana faida na wao, kwa kweli hii si ishara nzuri. na muislamu atakikana aidiriki nafsi yake kabla ya wakati kuukosa katika huu ulimwengu pale atakapofikiwa na mauti. muislamu si wa kukaa na kucheza draft ama kucheza keram ama kucheza karata mtu mzima acheza dhumna. haya ni mambo ambayo yapoteza muda wa muislamu bila ya faida yoyote ndani yake, bali usawa ni kuwa ajishughulishe katika jambo ambalo lina manufaa na yeye katika dunia yake au katika akhira yake. na mtu asiseme sallala basi ni hivyo. naam, الله سبحانه وتعالى من وصف ومين نكسيما قد أفلح المؤمنون نكتك صفة الزواب بعد يكتاج كو كتك صلاة ونخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون كسيما والذين هم عن اللغو معرضون كتك صفة من غني مصفة زوامين ni kupuuza mambo ya upuuzi na kuyawacha.
na ambaye hata wacha mambo ya kipuzi kama haya hana sifa hii katika sifa za waumini, kwa hivyo haingii katika sifa za hawa waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kuwa ni muislamu mwenye imani dhaifu, lakini kufikia daraja ya kuwa yeye ni mu'min aliyesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, la. وتأمل أو وهنا يقول الحسن من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعني. وتأمل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إبو تامال جنبويل كتك من نمتون سلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. تامال كتك أي حديث يرد أن بي الله سبحانه وتعالى أمتكي خيري بس أتنفهميشا دنياك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على أن من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا. نهي حديثي من دليلي يقوى يولي أنبياء الله سبحانه وتعالى هاتم فهميش ديني بس هجمتك يا خيري. كما أن من أراد به خيرا فقاه في دينه. كما في الله أكمتك يا مجواك خيري هم فهميش دينيك. ومن فقاهه في دينه فقد أراد به خيرا. نولي أليم فهميش دينيك بس الله أممتك يا خيري. إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. نها بني كيوا يكسوديوا فقه يكسوديوا علم أم بيئي ملازميانا نعمل صوب يوزكانا متكوبيو علم أسيفاً يعمل هينجي كتك كوا هون كتك والي وليوتكيو خيري. وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا. أما إكيوا هابا يقصديوا مجرد علم إكيوا يقصديوا علمته بلا عمل بس سي دليلك وأنا يفهميش وديني أميتكيوا خيري. كويبو أنا يتكيوا خيري اللهم فهميش ديني نا كيف نيكازي إلى علم ولكو نال. كمتو وكوا أجشغوليشا كتك جامبو أمبالو لنا خيرنا يهي نليو تكوي بوابي علم متو وسيمي كوهانا وكاتي وكويندا كسكيريزا دراسة لكني أنا وكاتي وكسكيريزا خباري نليو علم إمي تفواتا مبكا جويا في تاندا فيتو هنا بكيمبيا نعمة الله اليوتوبا يهيزي سيمو وبكيا دراسة كلا سيكو بس إنه تفتي وكاتو سكيليزا يلا كتك غرياكو وتمبيا بيا كتك سفاريزاكو بيا ووزا كويكا نوكا سكيليزا نوكا فايدكا تنوابي باكو كمبيديا أنا يسيما كواسينا مالي باكويندا كسوما قرآن نكو سكيليزا ليو كنانجيا ووزا كسكيليزا قرآن ليو مبكا الله أجزي أو أجزي خير إنشي زكي إسلام كما مملكة كننجيه وإذا كسوما وكيو مبالي عن بعد كله وليكو وصوما نكون واتو وميويكو كزيزاو كواسكيلي زنينيتو وكيشا صوما أكوان بيها هapo ميباتا هapo ميكوسيا تنهوجا جاني سيسي كيشو تتكويندا كجيبو نيني مبالي الله سبحانه وتعالى كوهاتو كوي صوما دينيتو. Lakini uweza kuona mtu huyo huyo akitaka jambo lake la ilmu ya kidunia na kisekula Masha Allah mwanzo atasifiwa sana Masha Allah kijana na bidii sana, lakini mwanafunzi wa ilmu ya dini si sahali kupata tashjia katika familia zake. Mara nyingi huwa abezwa na kuangaliwa kuwa ni kama atafuta kitu duni hivi. سبحان الله mtu waweza kutoka nchi yake akaenda nchi nyingine
akasoma miaka minne degree, yuko mbali kabisa na familia yake. Akimaliza akaongeza miaka miwili nafikiri, magister, masters. Akimaliza akaongeza na miaka ya kuongeza kuchukua PhD, akirudi aitwa profesa. Pengine labda takriban miaka 8 mpaka 10 yuko nje ya nchi yake kwenda kusoma bwana. Ndio utampata mtu kama huyo mara nyingi amesoma sana upande wa secular akasahau dini yake. Si wote wale ambao hawasomi dini tunazungumzia hao. Akisharudi ule umri umekwisha, sasa hana tena muda aweza kukaa akaketi akaisoma dini yake. Ona خلاص ameshafika. Na mara nyingi mtu kama huyu ajiona amefika, basi hawezi kukaa chini tena kusoma. Na hii ndio hatari yake. Kisha akishamaliza miaka 8 9 kule akisharudi hapa, huyu kwa mfano akawa na ghera na dini, akasema sasa nishamaliza, awaambie kwa mfano familia yake, sasa niwacheni niende miaka miwili mitatu nikasome dini. Pia atapingwa katika hilo. Katika hilo pia atapingwa. Sasa kwa hivyo mtu aweza kwenda kuisoma dunia yake miaka 10 wala hata mtu atomwambia kitu. Lakini kijana leo akianza kuhudhuria darasa kwa mfano halaqat ilmiya mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka lini bwana? Mpaka lini wewe wasoma tu huko? Umalizi bwana. Halafu hiyo njia ni halaqat. Watu wasoma vitabu, kitabu baada ya kitabu. Sema na vitabu haveshi. Kimaliza hiki ni kile. Hebu jichukulie muda wa kusoma Bukhari, Muslim, usome Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i na Ibn Majah. Kwa mfano, wataka kusoma hizi ummahati sita zote, utachukua muda gani kusoma? Tena kwa kupita si sana, yani kiasi tu, kila siku hadithi moja mbili mpaka tano, bila shaka utachukua muda mrefu sana. Bado hujazungumzia kwa mfano utakusoma al-adab al-mufrad Imam Bukhari na vinginevyo katika vitabu mbalimbali unavyotaka kusoma katika fani mbalimbali. Hivi yahitaji umri wa kiasi gani mtu kusoma ilmu ya dini yake? Lakini kujishughulisha na hili, umejishughulisha na jambo linalokuhusu. Wakati mwingine akajishughulisha na jambo ambalo halimuhusu, basi huyo Allah hajamtakia khair. Kwa kama vile watu huwapa nguvu vijana wanaokwenda kusoma dunia, kadhalika wawape nguvu vijana wanaokwenda kusoma akhira na kuisoma dini yao. Na hii ilmu ya dini sio kwa itakwenda kutumiwa akhira, hii yaingia katika kila nyanja. Huyo alikwenda kusoma huko akasoma akarudi, hawezi kufanya jambo mpaka arudi kwa huyo alisoma dini. Ni halali ama ni haramu kisheria? Lazima atarudi. Labda afanye vituko vyake kwa hajali, Allah amemkasirikia ama amemridhia hajali, basi huyo ni mtu mwingine. Osha mikono, wachane naye. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ghayruhu: هلاك الناس في خصلتين، فضول مال وفضول مقال. وهذا فيه أن هلاك الإنسان في الفضول. نهابا كنا فائدة كوانغامية متو نكتك فضول. فضول النني فضول سيكما كسويلي وفضولي 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 نمتو أنا وفضولي يعني أناكي mtu mkaidi mkaidi hivi, sio fidhuli. Kiarabu fudhul ni mtu ambaye apenda kuangalia angalia vitu ambavyo havimuhusu yeye wala hana faida navyo, atungulia tungulia vitu ambavyo havimuhusu kabisa, fudhuli. Walfudhul yakunu fil mal mithla ma jaa huna fudhul almal, fudhuli yaweza kuwa katika mali. Wa yakunu fil maqal, pia katika kuzungumza. Jamaa zungumza jambo amezo, fudhul fudhul, jambo la fudhul si zuri. Hadhari mwanamsemo asema al-fudhul
قتل العيوز عن الفضول قتل العجوز vipi nini maana yake wasema wazee kuwa kulitukia kisa kule Hadhramaut kuwa nyoka alipigwa mkubwa nyoka alipigwa hivi mpaka kuuao sasa watu wakawazunguka waangalie yule nyoka jinyoka kubwa limepigwa nimeuao kuna nyanya mmoja yuko nyuma akaona yeye apitwa asa anabwetbashuf na mimi pia nataka kuona akasukuma sukuma watu kumbe yule nyoka hajafa akifika pale yule nyoka akamuuma yule nyanya akafa wakaona msemo wasema alfudhul qatal ayuz sasa wewe mambo ya kifidhuli yani maana yake kitu kikuhusu wewe wataka kuingiza pua yako ili jambo litakuangamiza baba fudhuli iko katika kula fudhuli iko katika mazungumzo fudhuli iko katika mali hata katika kula zaidi ya vile unavyohitajika kula ni fudhuli angalia kila kiwango cha ziada tafanyika nini itakuangamiza kuna watu wakikaa atakaale tu yale tu hadha fudhul hii ni katika fudhul kama anavyotaja Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala wayakunu fil maqal kuna watu wana fudhul al kalam maneno hayakuhusu achana naye wayakunu aidan fi sam' fudhul al sam' wasikiliza vitu ambavyo havikuhusu wayakunu aidan fil basar fudhul al basar wa hadhihi al arba' كلها مهلكات هيا من يوتي موانغاميزا قال رحمه الله وقال شميط ابن عجلان إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به وبهذا الأثر ختم هذه الرسالة وهي أثر أنك ختميش رسالياك قال قال شميط بن عجلان إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به الدنيا وسمت بالوحشة هي دنيا الله سبحانه وتعالى أميويكا أبويكي أو كهيسي أبويكي وحشة بمعنى أن الإنسان إن لم يشتغل بالأنس بذكر الله وطاعته يستوحش نهي لجامب نكويدي نوولي زين والي والي وفات امتحاني كمهم منادام أسيبجي شغليشا نكجي فرايشا ميواكي وكمتاجا كوينجي الله سبحانه وتعالى نكمتي أتحيسي أبوكي حتى أكي ونواتو ناني ميواكي أحيسي هنكيتو hana ladha ya maisha hajaonja pepo ndani ya hii dunia kabla ya kwenda akhira wa kullama ba'uda an dhikri llahi ta'ala asabahu min alwahshati fi hadhihi ad-dunya bihasabi bu'dihi an dhikri llahi subhanahu wa ta'ala wa la tazulu illa bihi na kila akiwa mbali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ule upweke utampata katika hii dunia kwa kadri ya vile anavyokuwa mbali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na hautamuondokea wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka dhiki ataishi na kuishi usikia dhiki na upweke na hana raha qala inna Allah ta'ala wasama ad-dunya bil wahshati liyakuna unsul muti'ina bi wa hadha al-athar rawahu abu nu'aym بلفظ قال أبو هاشم الزاهد قال أبو هاشم الزاهد إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة أثر كما ليكون أنس المريدين به دونها وهي لفظ يا مريدي كتمك سانا مصوفي سانا تمك مصوفي والله سبحانه وتعالى أميوك هي دنيا كوى anayeshikamana nayo huwa na upweke na furaha yake huwa kwa kushikamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo iwe furaha haiko katika dunia kwa nini waliyukbila almuti'una ilayhi bil i'radi anha
ili wale wenye kumtii wamuelekee yeye waipuuze dunia. Fa ahlul ma'rifati billahi fiha mustawhishun wa ila al-akhirati mushtaqun. Hata ili neno ahlul ma'rifa pia latumika mara nyingi na al-arifu billah, kama wanavyojisifu al-mutasawwifa, katika alfadha ambazo hazikuwa zikitumika na salaf, kama wanavyotanabaisha ulama. Sio maneno yangu hayo. Fa ahlul ma'rifa أي الذين يعرفون ربهم ولو نمجوا الله سبحانه وتعالى فيها أي في هذه الدنيا مستوحشون وهي سيبوك كتكهي دنيا نا ونشوقنا آخرة. وعلى كل معنى قول شميط بن عجلان إن الله وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين بأي لا أنس إلا بطاعة الله وحسن الإقبال عليه عز وجل. أنت هويزك فتفراها يا ميواكي isipokuwa kukumtia Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekea kwa Allah azza wa jalla. Wa bihadha intahi ta'liqu ala hadhi risalati nafi'ati almati'a walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat falhamdulillah. Nas'alullah bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula wa bi annahu Allahu alladhi la ilaha illa hu an yanfa'ana jami'an bima 'allamana wa an yaj'ala ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.